واحد لا ما في شيء اسلم. في شخصنة بتصير شخصنة انا كنت متوقعها وحصلت. اذا صارت كم شغلة صارت اعرف اني بصير الشيء ذا، وهي صارت الاشياء اللي كنت متوقعها. لكن تغديت عليه قبل ما يتعشى عليه. اوه شخص انا بينك وبينه. نعم والله ما تستاهل. انتظر بس اصرح فيها عشان اضحك. لاني اكون مصرح فيها انا الان الظهر، هو بيصرح فيها بالليل، يا اليوم يا بكره. ادري بالشغلات هذه تعجبني، بس عرفت اللي دائما تمشي ماشي ماشي. انت انسان، شوف يا عبد الله انت انسان كبير، اعطوا سداح فرصه خلوه يستانس. من سداح هو ولا انت؟ هو اعطوه سداح فرصه خليه يستانس انه انا قافط عبد الله حربي وانا انا. طيب ليش انت ما تصير منضبط معه وصريح؟ مو قصة منضبط، لا لا شوف انا اكره الاستفزاز. لا بس انت انسان احيانا ما تكون صريح. صح. ايه شو السبب؟ لان بعض ممكن انا صراحتي تزعل الشخص، فانا ما ابي يزعل، فممكن اتجنب يعني الموضوع. يعني انت قصدك اني انا احيانا اكون سري او اني اخفي الصراحه احتراما ولمبادئه. نعم. ومشاعر. نعم. شوف انا مستحيل اني اكذب على الشخص، اجاملك ماني مجاملك، بقول لك الحقيقه. حلو. إذا الحقيقة بتزعلك بحاول اني بحاول اغير الموضوع، بغير الموضوع بتجنبك عشان ما تسالني او تاخذ رايي في الموضوع ذا. ممتاز. فهمت؟ انا احاول اتجنب قد ما اقدر بس انه ما بس ماشي يا ابن الاوادم، ترى مليت المح لك والله. اوه صح انت مالك انا مالي دخل. لا لا اي زين احسبها. اوه يوه اختلعت انا خليجي. بس عرفت اللي قدمت لي شيء على طبق من ذهب. ايه؟ ابي يسوي نفسه انه اوه كفطت. لا انا ترى اللي مسويه. انبسط يا بابا، روح عيش عيش حياتك. عيش الدور انك انت الذيب. انا متاكد انه اليوم او بكره بيصرح فيه. بيصرح فيه. إيه؟ بيصرح الرجال بيصرح. نعم بيصرح. بيصرح وين؟ قدامنا ولا بيروح للغرفه اللي انت تروح لها تشتكي او تروح لها تصرح؟ انا ما اروح اشتكي. نعم انا اقول الحق يا اخي. انت رجل والله اقول الحق. انا مبدع. مش شفت رجال مبدع. مو اتفلسف. لا لا مبدع والله. مو مبدع يا عبد الله. يا اخي انت يا اخي لا شفت لا تشر بي اصبعك. ترى هو يدري اني انا على حق ويدري اني صح، فهمت؟ تحت البث نتناقش زي كذا، بس قدام لا طلعنا هنا يحب عرفت اللي يرفع ضغطي شوي، لاني مفتح له مشرع له بيبان قلبي. يا لب قلبي يا لب والله ما لا يخليني من قلبي. والله انت مشرع لك كل ابواب حياتك. انت اقسم بالله يا ابو مسفر، انت عمود من اعمدة القناة. لب والله والله العظيم ان الجلسة ما تحلى الا بوجودك. شهادة تزويه. الله يرفع قدرك. تدري عاد انس اخوي سلم عليك اللي امس طلع يقول انا تابع محمد مسفر وسيف آل سالم. طيب وانا قل لا هم يضحكون ينطل وقتك نايم يا ولد. انت حتى انت معهم لا اسطرك الحين احرمك الجوال. سيف آل سالم مش يسوي يعني؟ محمد ممكن يعني. محمد يعني عادي محمد، بس سيف آل سالم بعد عادينا. لا انت تضحك. سيف آل سالم يمكن يوم يقول كذا واحد يحسب انه يشارك. ما ادري انا سيف قبل شوي نايم. الله يسلمه من الشر. سيف جميل. موجه له تحيه من هذا المنبر. المنبر العظيم. قدرك يا عزيز. سهل وهو مو يتابعني اخوي. الله يرفع قدرك. قبل شوي. خلاص خلاص. فيني نوم. هو ما يعرف. شوف ما يعرف يمدح. محمد ما يعرف يمدح. بس اعرف اللي بقلبه وصل. اسلم. نايم جنبي سيف آل سالم. كيف ما يعرف يمدح؟ يقول لك يعني ما انت برجال. ما انت بتداحم الرجال. هو قصده انك ما انت برجال ولا انت بتداحم الرجال. الله اعز. هو قصده. انا بجيب الشاي عشان يقدر يروق محمد في النقاش. فلس انا عارف تحب تحب النقاشات. انا نايم سيف آل سالم جنبي يساري سالم جديد.